المطلوب منها هلا complete the story، أكمل القصة with the correct form of was wasn't able to were weren't able to or managed to. إذا أكمل القصة بالشكل الصحيح لل was أو wasn't able to، إما كان قادر أو لم يكن قادر were weren't able to. إذا شو قلنا الفرق بين ال was وال was able to وال were able to؟ نعم، شو الفرق بيناتهم؟ يس مين بيجاوب؟ يس إسراء تفضلي. استاذ ال was مثلا للمفرد وال were للجمع. طيب مين عنده جواب تاني؟ أحسنتي، جيد ممتاز، بس في بدنا إجابة أدق شوي دقيقة يعني. ريم تفضلي. ال was مع أي ضمائر تجي ال was؟ وال were مع أي ضمائر؟ نعم مع ال he و she و it. تمام، مع ال he و she و it و ال I. تمام، أما ال were تأتي مع ال you و ال we و ال they. تمام، you we they. هي مش هما نقول مفرد وجمع، هي يعني ما هي كتير دقيقة يعني. تمام، لكن الأفضل نقول ال was تأتي مع ال I he she it، ال were تأتي مع ال you و ال we they. yes. Okay, let's start. Okay, نبدأ بالجملة الأولى. One day, yes. من يقرأ الجملة الأولى؟ يمنى، تفضل يمنى. One day, some people were discussing the thing they were able to do when they were young. Okay, thank you, يمنى. Excellent. إذن one day ذات يوم some people بعض الناس were discussing كانوا يناقشون discussing يناقشون the things الأشياء they were able to do التي كانوا قادرين على عملها. تمام؟ they بتاخذ was ولا were؟ بتاخذ were. تمام؟ they were able to، والmanage إنه بنستخدمه بحالة واحدة إذا أجاب لا didn't. تمام؟ إذا الأشياء التي كانوا قادرين to do أن يعملوها when they were young، عندما كانوا صغارا، عندما كانوا يعني شبابا أو صغارا. yes. and the things والأشياء. yes. هو continuous. من يكمل؟ and the things والأشياء. نعم أستاذ. yes رند، تفضل رند. من اللي ما شاركوا؟ yes رند تفضل. And the thing they weren't able to do now that they were old. Very good, excellent. إذن and the things والأشياء they weren't able to do، يعني والأشياء التي لم يكونوا قادرين على عملها. كان عم يحكوا بالأشياء اللي كانوا قادرين على أن يعملوها والأشياء التي لم يكونوا قادرين to do أن يعملوها now الآن. That they were old. الآن يعني حيث هم أصبحوا كبارا، يعني إلى أن أصبحوا كبارا الآن. Okay, one of them said، أحدهم قال، when I was young. Okay، عندما كنت شابا. I. نعم أستاذ. أنا بقول لك إسراء تفضلي. إسراء طبعا تفضلي. yes إسراء. أستاذ was able to. تمام، I was able to do exactly. yes تمام. إذن I was able to do exactly the same things that I can do now. إذن عندما كنت when I was young، عندما كنت شابا، I was able to do exactly the same things that I can do now. أنا كنت قادرا to do أن أعمل exactly يعني تماما the same things الأشياء ذاتها that I can do now التي أستطيع أن أعملها الآن. يعني الأشياء اللي كنت أعملها أنا وشاب أوكي لا زال يستطيع أن يقوم بها. أوكي. What do you mean the others asked؟ ماذا تعني؟ الآخرون سألوا. أوكي. In my garden في حديقتي there is a heavy stone، يوجد حجر ثقيل. he said هو قال. I tried to lift it many times، أنا حاولت أن أرفع الحجر. many times مرات عديدة. when I was young عندما كنت شابا. but I didn't. أيوة رجعنا هلا لـ didn't. نعم أستاذ.
But I didn't. روان تفضلي روان. استاذ في didn't فبناخذ manage to. تمام نستخدم manage to احسنتي. Didn't manage to move it. تمام احسنتي. But I didn't manage to move it. لكني لم استطيع او لم اتمكن من تحريكه. اذا اقول كان في حجر ثقيل heavy stone. I tried to lift it many times when I was young, but I didn't manage to move it. إذن لكني لم أستطيع أن أحركه. أوكي الجملة الأخيرة. And when I grew up. عندما كبرت وعندما نعم. أستاذ أنا. نعم أستاذ. روبا تفضلي. روبا تفضلي. أستاذ wasn't able to. Excellent. إذن wasn't able to. I still wasn't able to lift it. وعندما كبرت and when I grew old وعندما كبرت I still wasn't able to. أنا لا أزال غير قادر to lift it أن أحركه أو أزيحه. Nothing has changed. يعني لا شيء تغير. نعم. هل ما بصير نحط able to من دون الوزن ولا ضروري نحط وزن؟ لا طبعا ضروري نحط وزن. يعني يا بدنا نحط was أو wasn't. نفي أو إثبات. استاذ أنا خربت كانت في able to من دون الوزن. لا ما بمشي الحال. بدأ wasn't able to. ما بمشي الحال. لأن القاعدة. نعم أحسنت. طيب إذن ضروري نحط طبعا was able to أو were able to أو managed to. يعني نلتزم نحاول نلتزم بالقاعدة. نعم.